السلام عليكم. عدن ثغر اليمن الباسم، هكذا تقول المرويات الجمالية عنها، لكن ثغر اليمن الباسم لا يبتسم. فمنذ الاجتياح القاسي للميليشيا الانقلابية وعدن تعاني حتى بعد تحريرها، ظلت التبعات المكلفة لما بعد التحرير، فالدولة لم تترسخ من عدن. وهناك من يسعى إلى إفشال مشروع الدولة في عاصمة اليمن الاتحادية المؤقتة، وهناك عجز وقصور من السلطة الشرعية ذاتها. صباح اليوم استيقظت عدن على اغتيال شيخ في المقاومة وأصوات الاشتباكات طويلة الأمد في القرب من قصر المعاشيق. الفوضى الأمنية في عدن ولحج مصطنعة ومزروعة هكذا يبدو، والتقصير من الحكومة الشرعية موجود أيضا، بينما لا تزال معركة استرداد الدولة مفتوحة، والرهانات الأساسية هنا على السلطة الانتقالية ودول التحالف المساندة للشرعية. وما يثير الغرابة أن هناك اضطرابات أخرى إضافة إلى ما يفضل الكثير تسميته بأدوات المخلوع وخلاياه. فهناك كما يقول الكثيرون بعض الأطراف وتأثير لبعض الأطراف في مجريات الأمور من جانب التحالف العربي. إذن يظل السؤال الأبرز، ما الذي يدور في عدن بالضبط وفي هذه الأيام تحديدا؟ وهل يعد ذلك ضمن المراحل الطبيعية لتثبيت مشروع الدولة في المناطق المحررة؟ أم أنه شكل من أشكال الخراب الأمني للمخلوع أعاد إنتاج ذاته بصورة أخرى بعد التحرير؟ حول التحديات الأمنية بعدن ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. التبعات المكلفة لعدم الاستقرار في عدن. لا يمكن احتساب كلفة كهذه بالأرقام فقط، فكلفة الاستمرار في حالة لا استقرار من الناحية السياسية كبيرة جدا، فهي على أقل تقدير تعطي انطباعا بأن الدولة لم تترسخ هنا في هذه المدينة التي تحررت من الميليشيا قبل 7 أشهر. الفوضى الأمنية في مدينة عدن ولحج على وجه الخصوص تلقي بظلالها القاتمة على جهود بناء الدولة في مناخ مضطرب وفي ظل استمرار معركة استرداد الدولة والتي شارفت على نهايتها تقريبا، حيث يشكل هذا البناء واحدا من الرهانات الأساسية للانتصار النهائي في معركة مصيرية كهذه. تصبح عدن على اشتباكات متقطعة في محيط قصر المعاشيق الرئاسي، وتتلقى نبأ مقتل رئيس دار الحديث بمنطقة الفيوش بشمال المدينة. الأقدار وحدها هي التي أدت إلى الإمساك بخيوط الجريمة إثر وقوع عدد من الضالعين فيها في قبضة رجال المقاومة بعد أن انقلبت بهم السيارة التي كانوا يستقلونها في منطقة صبر بمحافظة لحج. عداد الموت لا يكاد يتوقف، وشارع الموت المعروف بشارع 90 ما يزال مسرحا للاغتيالات. وهنا تدور أسئلة كثيرة حول بقاء الحكومة بعيدة عن العاصمة المؤقتة، وحول طبيعة التعقيدات التي تحكم هذه العودة بعد أن كانت الحكومة قد عقدت النية على الاستقرار في عدن بصورة نهائية. لم تخلو عدن ولحج من التحديات الأمنية، لكن ثمة ما يدعو إلى الاستغراب لأن السلطة الانتقالية والتحالف لم يتخذا خطوات كافية باتجاه فرض الأمن والاستقرار وإنهاء التعقيدات التي تعترض عملية فرض القانون وإنهاء حالة لا يقين التي تسود عدن، خصوصا بعد أنباء تحدثت عن تباينات بشأن حسم الموقف الأمني وإنهاء مظاهر العنف لا يقتصر على الطرف الحكومي فقط، وإنما يرتبط أيضا بإرادة بعض الأطراف المؤثرة في مجريات الأمور بعدن من جانب التحالف العربي. تبدو معركة استقرار عدن ولحج حدث جدير بالتوقف لبحث الأسباب الكامنة في ثنايا إرادة لا يمكن الجدال بشأنها حيال ترسيخ جذور الدولة وفرض هيبتها وصولا إلى حسم كافة الاستحقاقات المتصلة بالانطلاق في عملية سياسية تعود اليمنيين إلى مشروع الدولة والإجماع الوطني الشامل. إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ نقاشنا مع ضيفنا من الرياض عبر سكايب الناشط السياسي خليل السفياني. مساء الخير أستاذ خليل. أهلا بكم أستاذ، مرحبا بكم. حياكم الله أستاذ خليل. إذا ما بدأنا، يعني عدن العاصمة المؤقتة للدولة اليمنية، ما الذي يجري فيها الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما يحدث في عدن هي ردة فعل لشباب المقاومة الذين كانوا في مقدمة الصفوف للدفاع عن عدن وتحريرها من أذناب المخلوع والحوثي. ما حدث في عدن يعني اصطناع فوضى لإراقة الدماء ونشر الفوضى في عدن. ما حدث في عدن وتحديدا اليوم هي اشتباكات بين شباب المقاومة وما يعانوه من آلام وجروح. هناك ملفات عالقة في عدن، ملفات الجرحى ورواتب الشهداء وعدم دمج
المقاومة شباب الذين كانوا في مقدمة الصفوف للدفاع عن عدن. هؤلاء الشباب المقاومة الذين تم إهمالهم تعمدا من قبل الحكومة. هناك ملفات عالقة وشائكة في عدن لم تحل إلى هذه اللحظة. هناك ملفات معاناة من شباب المقاومة. الحكومة الشرعية والمسؤولين عن أمن عدن هم من يتحملوا ما يحدث في عدن بسبب إهمالهم، بسبب عدم دمج الشباب المقاومة في عدن، بسبب عدم معالجة بعض ملفات القائمة في عدن، رواتب الشهداء والجرحى. يعني لنفهم منك أكثر أستاذ خليل عن طبيعة ما يحدث. يعني أنت تتحدث عن أن هناك ملفات الجرحى مثلا، هناك شباب المقاومة إلى الآن لم ينضموا بشكل كبير في قوات الجيش والأمن، لكن ما الذي يحصل؟ هل هناك اقتتال؟ هل هناك تصفية حسابات؟ هل هناك عمليات اغتيال؟ يعني وصف لنا ما يحدث بالضبط. ما يحدث يا أستاذنا الكريم في عدن لها عدة تقسيمات. هناك تصفية حسابات، ما زالت أذناب المخلوع موجودة في عدن، وللأسف الشديد ما زالت أذناب المخلوع إلى هذه اللحظة تعمل بشكل واضح في النهار، اغتيالات، نهب، فوضى، سرب. هناك خلل أمني في عدن. هناك ما يحدث في عدن اليوم هو السبب الرئيسي، المسؤول الأول عن الملف الأمني في عدن هي المسؤولية الحكومة الشرعية الموقرة المبجلة التي يجب أن تحتوي شباب المقاومة. قوة الفرصة على المخلوع وعلى الحوثي. هناك ميليشيات مصطنعة صنعها المخلوع في داخل المقاومة، هي من تعمل على الفوضى، هي من تتوسع في نشر الفوضى. لكن ألا تعتقد أستاذ خليل أن هناك يعني بعض التحامل في كلامك على الحكومة الشرعية؟ يعني أنت تتحدث عن وجود خلايا أمنية تابعة للحوثي ولعفاش في للرئيس المخلوع في عدن، وبنفس الوقت تحمل هذه المسؤولية على السلطة الشرعية. هناك من يقول أن الملف الأمني صعب وبحاجة إلى الكثير من الجهود وليس بهذه السهولة معالجة هذه الاختلالات. أستاذ الكريم، أنا لا أحمل الحكومة الشرعية مثل ما تقول هي المسؤولة الكاملة، بل أنا أؤكد وأجزم أن الحكومة الشرعية هي سبب ما يحدث في عدن. أولا هناك أسباب. أولا أين تواجد الحكومة الشرعية؟ أليس يقولون عدن محررة؟ أين تواجد الحكومة الشرعية؟ ألا يقدر بها أن تنزل إلى عدن وتقوم بعملها ومهامها في عدن؟ أين الملفات العالقة؟ الجرحى، ملفات رواتب شهداء الحرب. هناك ملفات عالقة شائكة كثيرة في عدن. هؤلاء الملفات الموجودة في عدن حاليا إهمالها تقصير من الحكومة الرئيسية هي السبب. هي هؤلاء المقاومة الشعبية الشبابية الوطنية الشريفة النظيفة الخير. يا أستاذ الكريم، هناك خطة معتمدة تعمد لاغتيال وتصفية قادة المقاومة الذين كانوا في مقدمة الصفوف. ما حدث اليوم من اغتيال الشيخ عبد الرحمن العدلي وما حدث من قبلها ومن قبلها، يوميا نحن نسمع عن اغتيال اغتيال اغتيال، نهب، قتل، اقتحام، سرقة، نهب، قتل. هناك خطة ممنهجة مبرمجة تقوم بها. طيب هل أفهم يا أستاذ خليل، إذا ما جئنا إلى يعني حل هذه الإشكالات، هل دمج المقاومة وأفرادها في الجيش والأمن سيحل هذه الإشكالية في ليلة أو ضحاها؟ هذه أحد الأسباب لإنهاء المشكلة. السبب الثاني يا أستاذي، هناك كمان معالجة الجرحى الذين يوميا يموتون في المستشفيات. هؤلاء شوف، هناك يوميا جرحى تعفنت جراحهم، هناك آلام، هناك جروح في عدن، هناك شباب. أنا أسألك يا أستاذي الكريم، إذا نظرنا إلى عدن، أين قادة المقاومة وشبابها الذين كانوا في مقدمة الصفوف؟ منهم من تم اغتياله، ومنهم من أجبر أن يسكن في بيته، ومنهم من هرب إلى هرب في محافظات أخرى. عدن تنزل، عدن تئن، عدن المخلوع
مخطط ممنهج للاسف الشديد ان تكون عدن مستنقع وبرك من الدماء. للاسف الشديد لم نجد اي تجاوب من الحكومه الشرعيه في معالجه هذه الملفات. طيب بغض النظر عن الحديث عن الجرحى وهو ملف يعني كبير وكذلك ملف اسر الشهداء، لكن هل من الضرورة أن تندرج قوات المقاومة في صفوف الجيش والأمن، أم أن هذه المرحلة تعد مرحلة مختلفة؟ هناك الكثير من يقول أن المقاومة هي مرحلة تحرير، يجب يعني الاستفادة من أبرز القيادات العسكرية أو الأمنية منها، لكن في نفس الوقت يجب أن لا يكون الباب مفتوحا هكذا بكل يعني مفتوحا بشكل كامل لدخول من أراد في صفوف الجيش والأمن حتى لو كانوا من أفراد المقاومة. دمج المقاومة أستاذ الكريم عامل أساسي لاستقرار عدن، حتى نقطع الخيط عن المخلوع وأذنابه لنبش هذه الملفات. يجب أن نفوت الفرصة على المخلوع وأذنابه. مثل معالجة دمج المقاومة، معالجة الجرحى، أسر الشهداء. أصبح أستاذ الكريم المقاومة للأسف أصبحت تشحت الدواء، أصبحت تشحت من الحكومة الشرعية من يعالجها. هناك نحن على اتصالات مستمرة مع بعض الشباب الموجودين في المقاومة وعلى تواصل مستمر. هناك من يأنه هناك 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 شباب كانوا في مقدمة الصفوف للأسف الشديد. يعني هناك مأساة في عدن، هناك مأساة. يجب نحن طيب إذا ما تحدثنا عن عملية اغتيال الشيخ عبد الرحمن العدني أستاذ خليل، عدن أن يلتفوا حول عدن، عدن على وشك الانفجار ولن تهدأ عدن. يجب أن نقطع دابر، أن نفوت الفرصة على 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 على, على المخلوع والحوثي أستاذ خليل وكل من أراد إنهاء عدن وتدمير عدن. هذه احد الاسباب. طيب استاذ خليل، اذا ما فتحنا يعني او تحدثنا عن اغتيال الشيخ عبد الرحمن العدني، هناك حديث على ان السلطات احتجزت يعني عدد من قاموا بعمليه الاغتيال. في هذا الوقت الحساس، هل من مصلحه يعني عدن واليمن بشكل عام الاعلان عن اسماء هؤلاء يعني الذين قاموا بعمليه الاغتيال، ام ان يجب عليه الحكومه ان تتحفظ على اسماء هؤلاء؟ هذا من وجهه نظرك. هذه كشف الاسماء والوجوه الاجراميه والجراثيم السامه الموجوده في عدن اعلن عنها المحافظ قبل فتره انه سيتم الاعلان. الرئيس عبد الرب منصور هذه قبل فتره قال انه سيتم الاعلان عن كل الاشخاص المتهمين في كل عمليه الاغتيالات والجرائم. الى هذه اللحظه لم يتم كشف. هو الأساس أن يتم كشف. هناك جرائم اغتيالات من قبل حدثت وتم القبض عليهم. أين هذه الأسماء؟ لماذا لم يظهروا هذه الأسماء والمتسببين بها ومن يقف خلفهم؟ أليس هذا كان هو كاف برجع هؤلاء وفضحهم علنا؟ هذه الأسماء التي عندما تكشف ونكشف من الخيوط اللي وراءها ويتم يعني محاكمتهم وعقوبتهم بالقانون داخل عدن، هناك ردع كثير. أستاذ الكريم، قبل شهرين أو ثلاثة أشهر من سمح للتنظيمات الإرهابية بالتجول في عدن؟ من سمح لهم بالتجول في عدن؟ ومدرعات ومدججات، أين كان الأمر؟ طيب دعنا أستاذ خليل لمزيد من يعني إغناء النقاش، ينضم إلينا الآن الباحث والناشط السياسي محمد عسكر معنا عبر الهاتف. مرحبا، مساء الخير. مرحبا وسهلا أخي العزيز. دكتور، إذا ما يعني تحدثنا عن يعني ما يحدث الآن في عدن، بوجهة نظرك من هو المتسبب الرئيسي في ما وصلت إليه الأوضاع الآن؟ أولا أشكرك أخي العزيز على إتاحة هذه الفرصة وكافة المشاهدي قناة بلقيس العزيزة. في الحقيقة قبل النظر والبحث عن المتسبب، علينا أولا أن نقرر الحقائق أو المعطيات التالية. أولا، عدن كمدينة محررة ما بعد الحرب تعيش كأي مدينة خاضت نزاع مسلح، بالتالي لأي نزاع مسلح تبعاته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية. في الحقيقة نستطيع القول أنه لم تكن هناك خطة جاهزة
يعني لدى الجميع في فكرة ماذا بعد التحرير. كانت الفكرة فقط وفكرة صد العدوان، ولم تكن هناك خطة محكمة للسيطرة على الميدان واستتباب الأمن. الأمن يعني يفترض أن ينظر إليه ما بعد التحرير، ينظر إليه بشكل منظومة أمنية، وليس فكرة تزويد بسلاح أو مسطحات أو مدرعات أو مراكز شرطة، وإنما يجب أن ينظر إليه على الجانب التنموي وتطبيع الحياة المعيشية للناس، مد الخدمات، الكهرباء، المياه. الناس تعاني، ملفات خطيرة للغاية تعتبر ألغام في وجه أي مشروع سياسي، وهي ملف الجرحى. نعلم أن الوضع في ليبيا تفجر وتشظى بسبب ملف الجرحى، ونحن نتحدث منذ أشهر ماذا تم العمل للجرحى. للأسف الكل يلقي باللوم على الآخر، لكن بشكل أساسي نستطيع أن نحمل مسؤولية أولا على الحكومة اليمنية التي لا نجدها على أرض الواقع. يعني إذا كان رئيس الجمهورية بقي تقريبا حوالي 3 أشهر وحكومة، والحكومة في الخارج، كيف يستطيع أن يدير سياسات أو ينفذ سياسات؟ نحن أخي العزيز بحاجة إلى حكومة طوارئ، حكومة تنزل إلى الناس، مستعدة للموت، مستعدة لكل الظروف، تستطيع أن حتى أن يلبسوا بالذات عسكرية وينزلوا إلى الناس ويضبعوا الأوضاع ويقضوا على الميليشيات المسلحة. 1. 2، مطلوب من التحالف أن يدعم التعيينات التي خرج الناس من أجلها، مثلا محافظ عدن ومدير أمنها. إحنا ما نجد أن محافظ عدن حتى الآن لا يملك ميزانية تشغيلية. طيب إنما نعلم أن وكلاء عدن الآن بدون أي رواتب ولا أي عربات نقل. كيف يمكن أن يتم العمل؟ في الحقيقة هناك أسئلة كبرى أخي العزيز. طيب أنقل وجهة نظرك دكتور محمد إلى الناطق الرسمي باسم محافظة عدن الأستاذ نزار أنور. مساء الخير أستاذ نزار. مساء النور خير. أستاذ نزار، يعني هناك عدد من النقاط التي نريد أن نتحدث عنها. بداية، هناك يعني أمسكت المقاومة الشعبية وكذلك السلطات المحلية بعدد من من اغتالوا الشيخ العدني. هل تم الإعلان عن هذه الأسماء؟ وإن كان تم، ما هي الأسماء المغتالين أو من تمس أو مسكتهم المقاومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نعزي أنفسنا وأسرة الشهيد عبد الرحمن علي بهذا الحدث الأليم الذي قامت به عياد الغدر لتنام بروح الشهيد الطاهر الشيخ عبد الرحمن العلمي، وهو أحد أبرز علماء عدن وشيوخها. أما فيما يخص الجماعات في العزيز، الجماعات اليوم أو الآن هم في قبضة القوات الأمنية، يتم التحرير معهم. لم تعلن إلى الآن هويتهم أو أسماءهم، تبقى تلك معلومات يعني في قبضة الأمن. طيب أستاذ نزار، يعني هناك حديث عن أن محافظ عدن لا يمتلك ميزانية تشغيلية للمحافظة، هل هذا الطرح صحيح؟ طبعا في العزيز تطرق إلى الموضوع سابقا، لكن الأمر ليس منوط بمحافظ عدن أو مدير الأمن فقط. أمن عدن أعتقد هو شأن الجميع، من أعلى هرم السلطة إلى أدناها. هناك أمر مهم، يعني كان المفروض أن يتم قبل شهور ويتم معالجته قبل شهور، لم يتم معالجته إلى الآن، وأنا أراه أحد أهم الأسباب الموجودة التي تعقد من الملف الأمني الموجود في العالم، وهو بند المقاومة في الجيش. طيب نعم، إلى أين وصلت السلطات المحلية في هذا الملف الذي يعتبر أو يعتبر من كثيرين هو السبب الرئيسي لما يحدث الآن؟ تحريك هذا الملف ونادري ما أسباب التي تتعاق أمام سرعة انضمار المقاومة ودمجها في المؤسسة العسكرية الأمنية. هذا أعطى شكار أو غطاء لتلك العصابات التي اليوم تقوم بتلك العمليات والاستفزازات. أعتقد أن من شأن مجرد المقاومة في الجيش أن يكون صبر هنا لعدم وسيرة المحررة،
يجب معالجة الأمراض. نعم أستاذ نزار، نواجه لربما صعوبات في سماع صوت حضرتك، وكذلك ربما أنت لا تسمعنا، مضطرين إلى قطع الاتصال. أعود إلى الدكتور محمد عسكر. دكتور، يعني هناك مخاوف أمنية كثيرة لدى المواطنين، هناك الكثير من الإشكالات في الكثير من الملفات. الآن إذا تحدثنا عن يعني نظرة أكبر، هناك من يحمل التحالف أجزاء كثيرة من تداعيات الملف الأمني، هل تتفق مع ذلك؟ بكل تأكيد الأمن في عدن كما قال أخي نزار هو مسؤولية الجميع. أنا في تقديري هناك أربع أطراف يمكن تحميلها الملف المسؤولية الأمنية في عدن. الأول هو الشرعية والحكومة بدرجة رئيسية باعتبارهم حكومة للشعب وبالتالي مسؤولة عنه. الطرف الثاني وهو التحالف باعتبار أن هذه الحرب كان وراءها تحالف عربي أسند المقاومة، وبالتالي عليه أن يكمل مشوار المقاومة. مشروع المقاومة لا ينتهي فقط بالتحرير، وإنما في ملف يعني في مرحلة التطهير ومرحلة التعمير ما دمرت الحرب. لا يمكن لأي مقاومة أن تنجح عبر التاريخ ما لم تكن لديها مشروع واضح. اما فكره طرد المحتلين او طرد الغزاة لا تنتهي اي المقاومه بهذا الشكل. الامر الثالث ايضا وهو السلطه المحليه في عدن، مسؤوليه مباشره لانها محتكه مع الناس. المسؤوليه الرابعه مسؤوليه الناس، القطاع المجتمع المدني. اين المجتمع الحي في عدن؟ اين شباب عدن؟ أين قوى الكتاب والإعلاميين في فضح أي ملفات فساد أو العشوائية أو التصرفات غير المسؤولة من البعض، عملية البصر وغير ذلك. أيضا إلى جانب أنا أتكلم عن أربع أطراف رئيسية لدى الشرعية أو مؤيدة للتحالف الشرعية، هناك طرف أساسي مهم وهي المخلوع وعصابات الانقلاب. لديهم خطة باء، نعلم أنه حينما فشلت الخطة ألف السيطرة على المناطق وتم دحرهم بالتعاون بين المقاومة والتحالف، قاموا وحذرنا مبكرا من هذا الأمر أن ستكون هناك خطة باء بزرع الخلايا النائمة يعني نشر الاغتيالات ونشر الفوضى الأمنية وإظهار هذه المناطق المحررة كمناطق غير جاذبة لأي منطقة في اليمن. وبالتالي حينما يراد طيب دكتور، سنعود إلى هذه النقطة، لكن أرجو منك ومن ضيفي الآخر أستاذ خليل التفضل بالبقاء معي، وكذلك السادة المشاهدين التفضل بالبقاء معنا. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال النقاش. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى حلقة هذا المساء اليمني. أعود إلى الأستاذ خليل السفياني الناشط السياسي معنا عبر السكايب من الرياض. أستاذ خليل، إذا ما تحدثنا عن يعني حتى إذا عادت الحكومة الشرعية إلى داخل البلاد، هناك تحديات كبيرة، والحكومة كانت موجودة وهناك العدد من الاختلالات الأمنية التي حدثت أثناء وجودها. في هذه الحالة ما هو الحل؟ هناك فعلا تحديات كبيرة تواجهها الحكومة اليمنية، الحكومة الشرعية الممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي. ولكن هناك سؤال محدد، أليست عدن محررة؟ أليست عدن بها قوات التحالف موجودة في عدن؟ أليست عدن بها شباب للمقاومة؟ هذه الأسئلة يجب أن نحطها أمامنا. هذه إذا كانت عدن محررة، هناك خلايا نائمة تتبع المجرم المخلوع الفاش، وللأسف جنوبية ما زالت اختفت أيام الحرب للأسف الشديد وظهرت بعد الحرب. والسلطات المحلية والأمنية تعلم جيدا أين هم ومن هم وأين مكانهم. السؤال هنا، الحل الوحيد حتى تستقر عدن وتنعم وتتردد بمعنى التحرير أو بمعنى الحرية، هي إعادة النظر أولاً بدمج شباب المقاومة في الأمن والجيش، معالجة القضية الثانية، معالجة ملف الجرحى الذي أصبحت وباء فعلاً في عدن ومعاناة ومأساة. ثلاثة،
يعني الاهتمام بأسر شهداء شباب المقاومة. للأسف يا أستاذي هناك ميليشيات جاءت يعني انضمت أو بالأسف بمعنى الشديد جاءت كبديل للمقاومة الحقيقية في عدن. يجب أن نعترف الحقيقة أن هناك ميليشيات جاءت بفعل من الساسة أو ممن يدعون أنهم جاءوا ليحرروا جاءوا كحكومة شرعية. السؤال هنا لماذا لم يتم اغتيال أو قتل أي كان من أبناء المخلوع عطاش في عدن؟ لماذا يتم اغتيال وقتل ونهب وسرقة كل شباب المقاومة وقادة المقاومة؟ هناك خلل أمني. طيب. الخلل الأمني المتمثل بالحكومة الشرعية نفسها إلى هذه اللحظة بعد طيب. دعنا ننقل هذه يعني الانتقادات للحكومة الشرعية لمستشار رئيس الجمهورية الدكتور محمد موسى العامري. مساء الخير دكتور. مساء النور، حياكم الله. يا حياكم الله دكتور. هناك خلل أمني في عدن كبير، الحكومة والرئاسة كانت موجودة بكثير من الأوقات ثم سافرت، وهناك مطالب كبيرة لعودة الحكومة على الأقل لبث روح الثقة عند الشعب اليمني. هناك أيضا اختلالات أمنية، كيف يعني سيواجه المواطن البسيط في عدن هذه الاختلالات والحكومة غير موجودة ولا حتى الرئاسة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن الأحداث الأمنية يعني قد تجري بكل تأكيد، ولعل آخرها ما فجعنا به اليوم باستهداف العالم الفقيه الشيخ عبد الرحمن بن مرعي العدني المسؤول عن مركز الفيوش. نسأل الله له الرحمة والمغفرة وللجميع في الحقيقة. الاغتيالات والاستهدافات كثرت في الآونة الأخيرة. بكل تأكيد يعني نحن في يعني لم نرث شيئا، جميع المؤسسات الأمنية تقريبا ذهبت أدراج الرياح، لم يعد هناك أمن مركزي، لم يعد هناك أمن قومي، لم يعد هناك أمن سياسي. عادت الحكومة وهي تؤسس من جديد لبناء مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الحالة الأمنية. هناك لا شك يعني استهداف واضح وممنهج لإعطاء صورة ورسالة سياسية من نوع ما. يعني هناك عصابات قد تصل بطريقة أو بأخرى بجهات تريد أن توصل رسالة إلى المجتمع الدولي بأن المناطق التي تتحرر لن تكون في مأمن. هذا الأمر معلوم ولم يعد خافيا على احد، لكن طيب هذا طبعا بكل يعني تاكيد لا ألم تكن تعلم الحكومه والرئاسه وقوات التحالف بان بعد التحرير هناك اشكاليات ستحدث، اشكاليات امنيه، ان نظام استمر في السيطره على الحكم مده 33 عام سيقوم بنشر خلايا امنيه وخلايا يعني تتسبب بهذه الاختلالات؟ هل من برنامج لدى الحكومه يعمل بشكل فاعل لرصد يعني لمحاوله معالجه هذه الاختلالات؟ هذا ما أحببت أن أقوله، لكن طبعا أنت استعجلتني، أنه لا نعفي الحكومة وإن يعني من تحمل المسؤولية. بكل تأكيد الآن الحكومة مطلوب منها أن تعود على وجه السرعة إلى عدن، وبالذات يعني الوزارات المحلية ذات الصلة الوثيقة بخدمات الناس أو بالجانب الأمني. نحن في الحقيقة دائما نقول أنه على كل جهة أن تتحمل مسؤوليتها وعلى كل طرف أن يقوم بدوره المنوط به. الآن ما المطلوب؟ الآن المطلوب هو أن تتوجه الجهات الأمنية وأن تضع خطة أمنية مفصلة واضحة، ولا بأس أن تشرك معها بقية القوى المجتمعية والسياسية، لأن الأمن هو يعني مصلحة للجميع، ولا يجوز أبدا أن يستمر الحال بهذه الصورة وأن تعلق القضايا دائما على المجهول أو على جهات لا نستطيع أن نعرف كل طيب هذه الجهات إذا ما جينا ومن يحركها. نعم. ومن يقف خلفها. دكتور، إذا ما جينا إلى ملف يعني مثلا دمج المقاومة في الجيش والأمن، جرحى المقاومة، أسر الشهداء،
إلى أين وصلت هذه الملفات بحسب اطلاعك يعني في الحكومة وفي الرئاسة أيضا؟ هناك يعني معالجة لكنها ليست حتى الآن كافية، هناك معالجات جزئية بالفعل، تم دمج العديد من الجهات في المقاومة. ولا أخفيك سرا أخي أنه في الحقيقة يعني هناك مقاومة حقيقية صادقة وقفت وكانت حاضرة في الميدان، وهناك للأسف أدعياء للمقاومة حضروا عند حصول الغنيمة وعندما تحررت المناطق وزعموا أنهم، ولذلك قدمت أرقام كبيرة جدا تدعي أنها يعني كانت في صفوف المقاومة، بينما الجميع يعرفون أنها لم تكن كذلك. على الجهات المختصة أن تفرز المقاومة الحقيقية وأن تفرز المقاومة المدعاة وأن تستوعب هذه المقاومات في مؤسسات الجيش ومؤسسات الأمن، وكثرة التخوف من استيعابها بسبب يعني لحسابات سياسية أو لحسابات معينة، أعتقد أنه ليس في مصلحة اليمن. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد موسى العامري مستشار رئيس الجمهورية، كنت معنا عبر الهاتف. أعود إلى دكتور محمد عسكر. دكتور، يعني هناك من يقول أن المعركة الأولى تمت وهي كانت معركة التحرير، الآن انتقلنا إلى المعركة الثانية وهي معركة مواجهة الخلايا الأمنية وتثبيت الدولة، هل تتفق مع ذلك؟ بكل تأكيد، نحن المقاومة كما قلت سابقا أنها ثلاث مراحل، مرحلة تحرير ثم مرحلة تطهير ثم مرحلة تعمير ما دمرته الحرب. في تقديري لحل الإشكالات الاستثنائية في الوقت الاستثنائي وفي هذا الظرف الاستثنائي لابد من وجود إجراءات استثنائية، أما الاعتماد على الإجراءات والسياسات العادية في أوقات استثنائية فهو سيورثنا الفشل، وهو ما أورثنا الفشل في عدن، وهو ما سيورثنا الفشل في صنعاء وفي باقي المناطق المحررة. وبالتالي من هذه الإجراءات الاستثنائية التي يجب أن تكون على وجه السرعة في تقديري نقل كافة صلاحيات المركز إلى العاصمة المؤقتة. من الغير مقبول ولا الغير مفهوم أن تكون الإيرادات من ميناء عدن تنتقل إلى البنك المركزي في صنعاء. كيف يمكن للسلطة المحلية أن تحل إشكالاتها وأن تحل مشكلاتها الأمنية وهي لا تستطيع الحصول على رمق الحياة؟ مهما يكون قدرات التحالف لكن لابد من إيجاد إيرادات خاصة بالمناطق المحررة، ولدينا هنا ميناء عدن ومطار عدن ولدينا منافذ برية وبحرية. أيضا من هذه الإجراءات الاستثنائية التي يجب في تقديري والتي يجب دراستها بجدية فكرة إجراء تعديل وزاري أو عمل حكومة طوارئ. حكومة طوارئ تحقق الأهداف التالية: الهدف الأول تحرير باقي المدن من قوات التمرد، ثاني حاجة العمل على استثناء الأمن والنظام في المناطق المحررة، ثالث حاجة إعادة الأمور إلى طبيعتها وعمل تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة بشكل عام. بعد ذلك يمكن الحديث عن أي حكومة كفاءات بين القوى السياسية اليمنية. أما في هذا الظرف إنما تأتي لي بشخص مدني ولا يستطيع الخروج إلى الناس ولا يستطيع حل مشاكل الناس، فإنه في تقديري نحن نصاب بنوع من الانفصام ونوع من الفصل ما بين قيادة الدولة وقيادة الشعب وما بين الشعب وأفراده. الأمر الثالث في تقديري يجب عمل استراتيجية إعلامية متكاملة لعملية إدانة هذا الفكر الإرهابي والفكر المتطرف. أيضا مهم جدا في يعني كحل مؤقت وسريع أن تشكل في تقديري الحكومة تشكل لجنة وزارية من الوزراء المعنيين وكذلك من قيادات المقاومة، وتكون هي الجهة الحكومية الشرعية المعنية لحل كافة قضايا المقاومة. نعم دكتور. ينضم إلينا الآن قائد اللواء 39 مدرع العميد عبد الله الصبيحي. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور. سيدة العميد، الوضع الأمني في عدن لا يخفى على الكثيرين، يعني بعد معركة تحرير عدن هناك كانت الكثير من الأمل مطروحة بأن نموذج المدينة سيكون نموذج خلاق لبقية المدن حتى يعني تتوق للحرية والخلاص من سلطة الانقلاب.
كيف تقيمون عسكريا الأوضاع في المدينة؟ والله الحمد لله الأوضاع مسيطر عليها، رغم أنه تعترضنا بعض السلبيات مثل اقتيال بعض العناصر القيادية وبعض مشايخ الدين، وفي قد تكون خلافات كذا بين بعض القادة، ولكن الحمد لله تتدارك في وقت سريع بفضل الله سبحانه وتعالى، والأمور الآن طيبة جدا الحمد لله رب العالمين، ومستمرين في اكتساب الأمن قدر الاستطاعة وبحسب الإمكانيات، ولكن نحن نستبشر بخير بإذن الله تعالى أن الأمور سترتب على خير ما يرام. طيب أفهم منكم يعني باعتبار أن هناك تنسيق كان مع قيادة الجيش وكذلك المقاومة، أن هناك خطط أمنية يعني إنهاء الاختلالات الأمنية الموجودة؟ أكيد أكيد إن شاء الله تعالى، وسوف إن شاء الله تلاحظون بالأيام القريبة إن شاء الله القادمة أن الأمور ستكون على خير ما يرام. اليوم مثلا اغتيال الشيخ علي العدني أو ما أدري عبد الله العدني، يعني تم القبض على القتلة، يعني أحدهم لاحقوا السيارة اللي كانت بحوزتهم سيارة برادو اللي تم اغتيال الأخ السعدي سابقا قبل أسبوع أو 20 أيام، أخذوها نفذوا العملية ثاني مرة بالأخ علي العدني الشيخ علي العدني، وتم ملاحقتهم حتى تقلبوا بالسيارة وقتل. طيب بالعودة إلى ملف مهم سيادة العميد، نعم بالعودة إلى ملف مهم وهو دمج المقاومة في صفوف الجيش والأمن، باعتبارك أنت قائد اللواء 39 مدرع، أين وصل هذا الملف بحسب اطلاعك؟ والله مستمرين احنا بالدمج، مثلا عندي انا باللواء يعني حاولنا ندمج 4200 من المقاتلين، وتم الفحص الطبي لهم، وان شاء الله ستنزل لجنه قريبا على اساس يتم الترقيم لكل الاشخاص المسجلين عندنا، والامور بترتب يعني، بس هناك مطلوب من الاسرى من الجميع، يعني من جميع القاده، انا اقول داخل عدن ان يتوافقوا على رؤيه واحده بحيث انهم يامنوا عدن ويعيدوا استحقاقات الناس بصوره سلسه وطيبه، وان شاء الله يترتب الجهاز الاداري وتتم الامور على خير ما يراد. اشكرك شكرا جزيلا قائد اللواء 39 مدرع العميد عبد الله الصبيحي، كنت معنا عبر الهاتف. اعود الى ضيفي عبر السكايب الناشط السياسي خليل السفياني. استاذ خليل، يعني هل ممكن الحديث على ان معركه تحرير صنعاء وتحرير صنعاء اذا ما حدث يعني سيساهم في إرساء الأمن في عدن؟ أكيد أستاذ الكريم، كل ما تقدم الجيش الشرعي والمقاومة التي تسعى إلى تحرير صنعاء في المناطق شمال الشمال أو في الشمال بشكل عام، سيكون هناك المخلوع أو المجرم عفاش سيستخدم كل أساليبه للضغط أو الانفجار، عملية إرهابية أو عملية اغتيالات أو نشر فوضى وزرع في أماكن أو في محافظات محررة حتى يتم التخفيف من أي تقدم للمقاومة الشرعية للمقاومة أو الجيش الشرعي من جهة أخرى. لكن كيف يجب أن نحافظ، إحنا كيف يجب على الحكومة الشرعية وقوات التحالف أن تحافظ على المحافظات المحررة كلما تقدم الجيش الشرعي والمقاومة لتحرير صنعاء أو لتحرير المحافظات التي ما زالت تحت قبضة الميليشيات الحوثي؟ هي تأمين المحافظات، تأمين المحافظات المحررة يجب تأمينها، الاهتمام بها، معالجات الملفات الشائكة، استيعاب المقاومة، دمج المقاومة. ما زالت فعلا هناك يجب أن نكون أكثر وضوحا يا أستاذ الكريم، وأن نعترف أن المخلوع ما زال يمتلك أضرارا كثيرة، وما زال يمتلك من أذنابه وجراثيمه السامة في جميع المحافظات. فكل المحافظات المحررة كيف يجب أن نحافظ على أي على نضرب على سبيل المثال عدن. عدن ليست محررة حاليا، ولكنها هي المحافظة بعد محافظة تعز تنزف دما أكثر من أي محافظة يتم القتال بها. أين الخلل؟ أين الحكومة؟ أين قوات التحالف في عدن؟ أبناءنا يوميا يموتون، دماءنا تنزف، انفلات أمني بشكل مرعب. نحن لا نعول على المحافظ أو على مدير الأمن،
فليس بايديهم شيء. هنا نعم. يعني فعلا نعم نعم أستاذ خليل، أشكرك شكرا جزيلا والمعذرة لضيق، يعني لم يبقى لنا كثير من الوقت في الحلقة. أشكرك الناشط السياسي خليل السفياني، كنت معنا عبر السكايب من الرياض. أعود إلى دكتور محمد عسكر. دكتور، يعني هل تدفع السلطات الشرعية وكذلك قيادة التحالف العربي ثمن عدم تحرير تعز إلى الآن باعتبارها البوابة الشمالية لعدن بشكل عام؟ يعني لأي منطقة محررة لابد أن يكون هناك نوع من الفضاء الحيوي ونوع من الفضاء يعني يبدأ الأمن القومي منها. أمن القومي لعدن يبدأ من تعز. أحد إشكالات النظر لملف عدن هو التعامل كعدن كجغرافيا في حدود محافظة، بينما عدن نجد أنها مشكلات أبين توجد في عدن، مشكلات الطالع موجودة في عدن، مشكلات لعج موجودة في عدن، كل الخلل في هذه المحيط، مشكلات تعز كذلك موجودة في عدن. كل هذا المحيط الجغرافي حول عدن بكل تأكيد يبعث بكل مشاكله إلى العاصمة، وبالتالي لذلك حينما قلت يجب إعادة النظر في رسم السياسات وإعطاء صلاحيات كاملة لعدن كعاصمة مؤقتة، ويمكن الانطلاق والبدء والشروع في فكرة الأقاليم، لما لا؟ إذا كان يعني الإطار الإداري الحالي لا يستطيع استيعاب هكذا مشكلات وهذا الحجم من القضايا، عمل إطار جديد يستوعب هذه المناطق كافة، وبالتالي يمكن من خلال هذا الإطار أن يحل المشاكل الأمنية والاقتصادية والتنموية والجرحى. نعم. جرحى تعز حتى الآن ينزلون إلى عدن، بينما جرحى عدن وجرحى الضالع لا يجدون يعني من يقول لهم، فيجدوا أبناء تعز أنفسهم يعني محاصرين ما بين يعني عفاش والحوثي من خلفهم ومن أمامهم تردي أوضاع وانفلات أمني. أشكرك. يعني لا يمكن نعم. الحديث عن أي تحرير ما لم تكن الأمور في نصابها، وأن تتحمل كل جهة مسؤوليتها السياسية والدستورية والقانونية. أشكرك شكرا جزيلا الباحث والناشط السياسي دكتور محمد عسكر، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى حين ملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.